انت عندك كم سنة؟ 23 سنة. 23 سنة. وبتأزم من وانت عندك قد ايه؟ يعني بقي لي سنتين بالظبط، يعني بدأت الفترة اللي فاتت دي بدأت أطور من نفسي، بدأت أشتغل على نفسي، بدأت أقابل مؤذنين في الحرم الحمد لله على علاقة. موضوع الحرم ده بقى، انا لما جاي الموضوع قالوا لي اصغر مؤذن في مكة. هو ده، لا هو لقب اتلقب بيا علشان بقلد مؤذنين الحرم قوي، وعلشان على بتقلدهم؟ وعلى علاقة كبيرة يعني بالمؤذنين هناك. تعرفهم شخصيا يعني؟ الحمد يا لله. بختك. طب فبسعى زي ان انا مين يعني؟ يعني زي الشيخ عبد المجيد السريحي، زي الشيخ علي الملا، الشيخ حمد خريري، الشيخ عمر سنبل، الشيخ عادل سديسي الكاتب. بقى السديسي بقى ده يعني الشيخ السديسي صعب ده يعني. ربنا يجعل له كذا طب فن. ممكن اسمع اي حد؟ قول لي اي في حد المؤذنين ولا القراء؟ في اوكي، المؤذنين. في المؤذنين للدوسري. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ ماهر المعكلي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ خالد ده الجليل. بالظبط. شيخ ايه؟ الشيخ خالد الجليل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الشيخ الشريم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الشيخ علي جابر. لا بس بالظبط زي كده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما بيجي يقفل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا أصلا مش فاهم، من الحاجات السيئة السيئة بجد، القميئة للكورونا دي عملتها
ان الواحد مش عارف يروح بيت الله ولا ربنا يوعدنا يا رب ولا يعتمر ولا يصلي في مسجد نبوي ان ولا شاء اي الله حاجه. نروح فانت كلنا. دلوقتي والله بجد قلبت المواجع يعني، الحمد لله. قول الصوت بالظبط، فحسيت فجأة ان انا في الصلاه هناك، فوالله يعني فاجئتني. الله يبارك فيك يا رب.